بصي ازاي احنا جايين النهارده عشان نشوف اسعارهم ونشوف الحاجات اللي بتبيعوها ونشوف الناس بتشوفكوا ازاي ونشوف انتوا بتبيعوا قد ايه في اليوم ونشوف تعاملات الناس معاكم ونشوف اكيد طبعا حضرتك ان شاء الله مستقبلنا كويس ومعرفش حضرتك كويس جدا. نتعرف على الاسعار اللي عند حضرتك. احنا ارخص تحديات في الجنوب حاليا. طيب الأسعار بتاعتك بتتراوح ما بين إيه وإيه؟ كام كيلو؟ يبدأ من 65 جنيه إلى 180 جنيه. 65 لحد حد أدنى. يا 480 جنيه أو 110 150 جنيه. طيب أنت عندك أحذية وعندك إيه؟ عندنا أحذية وعندنا عندك منزلية بقى عندك عندنا طوب ألمونيا وأستانلس؟ ألمونيا وأستانلس. طيب عندك كيلو الألمونيا عامل كام؟ عندنا الألمونيا الطقم عام من 2025. يعني انتوا مش بتبيعوا بالكيلو، بتبيعوا الطقم. لا بنبيعوها. 2000 كام؟ 2025. طيب عندك فكرة ال 2025 ده بره عامل كام؟ احنا أكيد بس احنا بنسأل حضرتك لو عندك فكرة. يعني احنا أقل من يعني احنا أقل من بره 200 جنيه. المقاسات حضرتك عندك المقاسات اللي هي الحجم الكبير ولا بيكون برضه اصلا؟ حجم 44. انا اعرف ان المقاسات الكبيره بيضطروا ان هم يفصلوا، انت ما شاء الله موجود عندك. حجم 44. هو حضرتك المصانع اللي بتصدق اللي بتصنع ايه؟ مصانع حكوميه ولا مصانع حكوميه؟ ده ناموسه. مصانع حكوميه. طيب دي عامله كام؟ 60. ما شاء الله يعني كويس. بره دي بتهيألي بحاجة 110 90 جنيه. انا لسه جاي من عند المحل دلوقتي كان بيقول 110. طب ممكن تورينا كوتشي؟ في كوتشي هنا؟ حضرتك على كده عندك كل انواع الشخصيات. حتى المقاسات الخاصة لا بس ماركة حلوة، في ماركات نظيفة. على فكرة الماركة ديت عندي منها برضه، يعني موجود هنا الموجود بره ونفس الخامه بره. المصانع المصريه ولا مستورده؟ لا هي مصانع حكوميه. بقول المصانع الحكوميه ولا مستورده؟ مش كله بيبقى موجود في المصانع بتاعتنا. يعني ممكن تستورد يعني نستورده ونجيب المستورد من ده وده من ده وده كل حاجه. ده ب 220 بس كانت كويسه. كويسه انت شفتيها اول مش هو فينا احذيه بس ولا في حاجات منزليه؟ في ادوات منزليه هنا برضه؟ على فكره الادوات المنزليه اللي هم دولت الالمانيا احنا عندنا حاجه غاليه قوي. هو يعني في ناس بتقول لي استنى شويه، في ناس بتقول لي استنى شويه مثلا اقول لك حاجه كده. ما شاء الله. لو في في تيفال وفي حاجات ممكن اسال عايز حد. اتفضل. لا حبيبتي مصانع برضو ديت مصانع حكومي حكومي برضو. طيب المصانع شغاله اهو. طب حضرتك الحاجه دي سعرها تفتكر ايه؟ حضرتك بيبيعها حكومي من اول؟ احنا بنحب 75. دي بيبيع 75. تفتكر بره بكام؟ بره 210. بيبقى في فرق كبير قوي. طبعا خامات وخامات كمان في برضه مصانع لا ده مش طعم ده طعم الطعم اللي بيقول لك مقاسات على بعضها الطعم يعني الطعم اللي هناك دي عامله دي كام؟ الحاله دي من الاصناف اللي هنا اهي حله شاورما مقاس 14 ب 40. هو الطعم اللي هنا لا 2025.
باترين معروفة كل حاجة وعلى الطباعة بره في التصوير أفضل.